يرفضون أن المنتخب الكولومبي الذي هزمهم فقط مرتين، واحدة في ودية في الثمانينات والأخيرة والرسمية الوحيدة في 91، يخسرون اليوم. فير بلاي فير بلاي يا دافيد يا لويس، مبروك يا كارلوس يا باكا. الكافيتيريوس دي ريتور، الكافيتيريوس دي ريتور، الكافيتيريوس عادوا لكم من جديد. 1 كولومبيا 0 البرازيل. برازيل لم تظهر هذا المساء، كانت شحيحة وكانت بخيلة على مستوى الأداء، على مستوى الإبداع، على مستوى الروح والرغبة في الانتصار. كولومبيا رغبة الفوز كانت موجودة. كارلوس باكا يستاهل حمراء، بين الصفرة والحمراء هناك أزرق خرج مهزوم، وأصفر كولومبي في عنان السماء خرج منتصر وفايز بالنقاط الثلاث. كولومبيا في قمة المجموعة الثالثة تنتصر بأغلى النقاط على الفريق البرازيلي 1-0. هدف دقيقة 36 في الشوط الأول، موريو 85 في ماتش ودي، 91 في الشيلي في أول رسمي بعد ربع قرن 24 عام. الليلة فراق أصباح وليلة كبيرة في كولومبيا. نعم، ورقة حمراء لمن؟ لمن؟ أوه، لنيمار وميراندا. تابع العملية وتابع الحدث. سيد حكم الشيلي أوسيس خالد ياسين سيتابع لكم طبعا، سأمسك الوقت لبضع لحظات. هو لي باكا، كارلوس باكا ونيمار، شكله باكا ونيمار، شكله كارلوس باكا ونيمار. سيتغيب نيمار عن الماتش الأخير ويخرج بالفعل كارلوس باكا. حمراء وحمراء، احمرك في الخواتيم، ولكن هذا الفريق الأصفر فريق كولومبيا المكنة بالكافيتيريوس القهوجية انتصر هذا المساء. خالد ياسين وقهوة.